عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش تعاودوا. جيت اليوم نقدم معكم وصفه جديده ديال الكوزاميه. تحتاجوا فيها البطاطا، شاكوتري، فرماج، موزاريلا محكوك، فرماج ديال البانيني. تحتاجوا فيها غنصوبوا الصلصه ديال البشاميل، جوج معالق كبار ديال الفورص، هنا معلقه كعامره ديال صغيره ديال الفيمي، شويه البزار البيض، شويه الثومه. نحتاجو الزبده، حطينا جوج معالق الحليب ديال الزبده حتى يذوبوا، غنزيد عليهم الفورص وعطريه الفيمي، نكهه الفيمي. بعد درتلنا الزبده غنضيف الدقيق. البنات راه مدرتش الملحه، لان الفرماج راه مالح. كنحط الحبه مزيان حتى تنسجم العطريه مع الدقيق والزبده، عاد نضيف الحليب. طبنا الدقيق مع الزبده، غنضيف الحليب بشويه، كنستمروا على هاد الطريقه هادي. تنبقاو نحركو مزيان حتى يذوب الدقيق وسط الحليب باش يعقد لينا. الا ما حبسنا التحريك غيلصق لنا الدقيق لتحت وغيتحرق. بقى مستمرين بحال ما هكا حتى يختار، غيختار غنعا بزاف حيت مازال غيدخل الفران وغيعقد شويه. صافي، غنطحو نوجدو دابا الكوزاميه ديالنا. بارك عليها. بغيت انا تجي شويه كريميه، انا غنزيد فيها ثلاثه المربعات ديال الفرماج. غنبقى نحرك حتى يذوبوا، راه طفيت العافيه، انا ما خليتهاش شاعله، حتى يذوبوا مزيان. نخليهم هكا لما ذابوا نجي لهنا، غناخد البطاطا ديالي ونستفها على هاد الطريقة. أنا وزعت البطاطا كاملة اللي عندي، كاملة وزعتها على هاد الطويجنات ديال التراب. صافي، وغنزيد عليهم الشاكوتري. كمية كاملة غنزيد هنايا، أنا وزعت الشاكوتري شرائح الديك مدخن، وزعتها كاملة على الليمون اللي عندي. ها الصلصة تاعتي وجدات، غنوزع دابا الفرماج. هادي راه ممنوع على صحابة مويا الرجال، لا كلها دهنيات، كلها فرماج. مرة الواحد يخرج من الروتين ديال الرجيم. هادي بزاف تعجبهم، كنفضل نصاوبها ليهم في الدار ومنشريهاش لهم من الزنقة.
صافي غنغسلو الصليو والجبنة غنخويو على هذا الشكل. علاش بغيتها انا تكون شوية جارية باش تهبط ليا حتى لتحت، لان ما غطيب غتنفخ. نوزع عليهم كاملين وكلها شوية ديال الفرماج. جيبو موزرين اللي عندكم، شي دار اللي عندكم ديروا فوق منه اي حاجه موجوده ديروها، ماشي مشكل. الناس ما عندكمش شاكوتري ديروا الدجاج، حتى الدجاج يجي فيها زوين. الفراغ مسخناه انايا، ندير فوق منه شويه زعتر، تعجبني الزعتر. ندخل على عافية مرتفعة، بعد دخلتهم كاملين الفران، بعد 10 دقائق ان شاء الله نخرجهم. البنات بعد ما دازت غير 5 دقائق ولات بحال هاد الشكل، نتسنى عليها غير واحد شوية تخرجها، ما بغيتهاش تحمر بزاف. من بعد ما خرجتهم الفران كيجي على الشكل هذا. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساونيش من لي جيم ونبارطاج وتضغطوا على الجرس، واللي باقي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واللي مشترك مرحبا به عندي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا السلام عليكم. النتيجه ديالو تجي هكا معسله بحال ديال المطاعم. السلام عليكم.